السلام عليكم وحياكم الله متابعينا الكرام، وصباحكم جميل من أحد المراكز التجارية القريبة من الحرم المكي الشريف والمخصصة لبيع الهدايا والتحف. جميل ضيوف الرحمن التسوق والتبضع من هذا المكان، سوق الكعكية للجملة، منتجات بجملة الجملة لبيع الهدايا والتحف والكماليات لضيوف الرحمن. هذه صور جميلة من داخل السوق، ونشاهد ضيوف الرحمن والزوار من الصباح الباكر متواجدين في المحلات الداخلية لسوق الكعكية لجملة. أحد الهدايا القديمة لمكة المكرمة، صور لمكة المكرمة وماء زمزم، و هذه من الأشياء القديمة وبالجملة طبعا ما عليها سعر، وهذه مناظير برضو ما عليها سعر، المهم كلها بالجملة تأخذها بالدرازن. هذه مخصصة للحجاج، يعني بدل ما تروح جدة والبلد راح تأخذها من هنا بأسعار زهيدة ما شاء الله. هذه المسابح على 15 ريال، الختم أو الخواتم سعرها 25 ريال. أنواع وأشكال من الهدايا، الشنط، هذه جزء من المحلات الموجودة في هذا المركز. نشوف هذه القلادات أو تقريبا ب25 الدرزن، نشاهد هذا الدرزن تقريبا بديل الذهب، المهم حاجة ثقيلة ما شاء الله. هذه ساعات أقلام وسبحة وميدالية، هذه شنط بالدرزن تقريبا الحبة ريالين، العلبة 55 ريال، هذه العلبة ب55 ريال، فيها أنواع الختم أو الخواتم، هذه تقريبا ما شاء الله كم؟ درزن كامل ما أدري كم في حبة، تقريبا ما يتعدى 55 ريال، في 20 حبة. نشاهد هذا السوق مليء بالملابس، التحف، الألعاب، الهدايا، هذه تقريبا حق زمزم اللي كانت زمان كم ما ادري، الحبة 15 ريال، ايوه هذه اللي كانوا يصبون فيها زمزم زمان ما شاء الله، اشياء ثقيله تقريبا. هذه مبخره ما ادري والله حق ايش، هذه شوفوا هذه تقريبا مبخرة، سعرها ما ادري والله، وهذه التحف وتقريبا هذه 90 ريال،
ما شاء الله ثقيلة ثقيلة، بس 90 غالية شوي. هذا باب الكعبة، هذا الحرم قديما، ما شاء الله. نشوف هذه بالدرزم بالكرتون، هذه بالكرتون يا محمد، هذا الكرتون كامل، الكرتون كامل ب80، فيه واحد ما ادري اي لغة يتكلم، لكن 2 3 4 5 6 12 حبة، 12 هدية داخل الكرتون ب80 ريال. هذه قلادات وخرصان تقريبا ب90 ريال، تقريبا 12 حبة، 12 حبة ب90 ريال، وكذلك هذه أحد الهدايا ب90 ريال. خواتم ب55 ريال تقريبا، عندك 12 حبة ومقاسات مختلفة. تقريبا 90 تطلع عليك الحبة ب7.5، في 12 حبة تطلع عليك الحبة ب7.5، وهذه ب80 تقريبا تطلع عليك ب7 ريال، وهذا ب60 تطلع عليك الحبة ب5 ريال. قلادة وخرصان، ايه ما شاء الله مفهوم. نروح الآن ما شاء الله قسم الملابس والسجاجيد، هذه قسم السجاجيد، هذه ياخذونها بالربطه بس بالدرزن، بس والله ما ادري هذه ايش، محارم صلاه ولا هذه محارم صلاه يا محمد؟ المهم كل اللي تحتاجه تحصله هنا وبأسعار مميزة، وتقدر تفاوض معهم في الأسعار. اللبان العماني، ما أدري هذه وش يسمونها، تقريبا بخور ولا ما أدري وش هو، هذه أنواع اللبان. تقريبا ما جذبني هنا إلا ما شاء الله أنواع اللبان. شوفوا أتوقع هذا اللبان المميز، اللبان العماني. من اللي يذكر هذه من الأشياء القديمة، هذه للتبخير السريع، مكان كبير ووسيع ومحلات متنوعة، هذا يبيع ملابس وهذا يبيع اكسسوارات، هذا مسابح
السبح كلها للهدايا وشنط ما شاء الله تبارك الله. الحجاج والزوار اللي يبغى هدايا يجي هذا المكان يحصلها بأسعار الجملة ويوفر على نفسه الوقت الكثير في التسوق والتبضع من ما شاء الله أنواع الساعات تقريبا بالدرزن. هنا قسم الساعات ما شاء الله، قسم الساعات تبدأ الأسعار للحبة الواحدة من 20 إلى 55 ريال تقريبا، يطلع عليك الدرزن من 240، من 240 للدرزن إلى 500 أو إلى 660 ريال، وتقدر تختار النوع اللي يعجبك. فناجين القهوة ما شاء الله تقريبا في دور في الأعلى، حتى حرامات الحج موجودة هنا، الملابس، الساعات. خلونا نشوف الساعات في هذا المكان كم أسعارها. وهذه طقم، وهذه بالكرتون، راح نشوف أسعارها الآن. تقريبا هذا الطقم ب 25 ريال ضد الموية. نعم الحبة الواحدة 25. طيب وهنا الحبة على 10 ريال، بس ما هي ضد الموية، لكن شكل مميز كهدايا. هنا تقريبا الساعة والسبحة و على 60 ريال، والقلم ما شاء الله مكان. أنا بس غطيت جزء بسيط من المحلات. نشوف هنا قسم النظارات، والمحافظ ما شاء الله. شوفوا درازن للشنط والميداليات ما شاء الله. هذا قسم الملابس والسجاجيد. نعم تقريبا في دور ثاني ما شاء الله. هذا قسم الملابس. أيوه نشاهد هذا كم؟ أي هذا؟ 75. هذا ما شاء الله، شوفوا يصلح كهدية. سجادة كذلك، هذه هدايا. كم سعر هذه يا محمد؟ وهذه على 10 سجادة و سجادة ومصحف ومسبحة. والكيس هذا 40. هذا 40 ريال. سجادة الروضة 40 ريال. كم ريال تحبها؟ هذا واحد، هذا واحد، كم ريال تحبها؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
شوف هذه احد السجاجيد اللي قلناها تصلح كسجادة ومصحف ومسبحة، تصلح كهدية، ألوان مختلفة. ما شاء الله رنا لا تاخري، بتعرف انا لوحدي هنا هلا. لا 5 دقائق ان شاء الله. سعر الجملة لهذه السجادة تقريبا 10 ريال، الدرزن بكم 120 ريال، كذلك هذه الحبة ب25 ريال، والدرزن ما ادري كم يطلع، لكن اشكال جميلة ومنوعة. واسعار جملة الجملة. هذا المسار، وراح نكمل معكم المسار الثاني. ما شاء الله، هذا القسم مخصص للأقمشة، مخصص للأقمشة، وهذا القسم مخصص للسبح والكماليات. طبعا أنواع الأقمشة، ما فهمت الأقمشة، بس إن شاء الله يا كم السعر للحبة هنا؟ والله من 50 يبدا الى 150. اللبان العماني. إحرامات الحاج موجودة بجميع أنواعها. الملابس والأقمشة تقريبا، هذا القسم مخصص للملابس الرجالية، والقسم الآخر مخصص للقسم النسائي. ما شاء الله، هذه الشنط والمعاطف والأكوات. موسم البرد جاي، اللي يبغى يتدفى في مكة. هذه تقريبا أواني منزلية. ما شاء الله، مكان كبير. هذا مكان مخصص للألعاب، الألعاب بالجملة. ما شاء الله، جميع الألعاب ما شاء الله. الآن أنا في الدور الثاني
أمام محل الألعاب جملة الجملة. ما شاء الله أعتقد بال ما شاء الله بالكراتين هنا. هنا جملة الجملة. المهم شوفوا هذا القسم مخصص فقط للألعاب جملة الجملة. طبعا يوم يقول هنا 109 تقريبا كرتون كامل، ما ادري والله كيف اسعارهم وكيف حسابهم لل. المهم نفس هذه تقريبا تطلع عليك الحبة بستة ريال، الجملة بسبعة وسبعين ريال، 12 حبة تقريبا تطلع عليك ستة ريال سبعة ريال، هذه 55 يمكن تطلع عليك الحبة بأربعة ريال ولا ثلاثة ريال. المهم تقريبا هذا المكان لأسعار جملة الجملة 218 تقسيم 12 كم تطلع لي؟ ممكن تطلع لك الحبة بعشرين تقريبا. هذا قسم الأطفال. هذا الدور الثاني محل جملة الجملة، راح تحصلونها في الدور الثاني. هذه شنط بالدرزن زي هذه الأشكال وزي هذه كلها بالدرزن. هذه حركات مدري وش. المهم راح تتعب وانت تتسوق في هذا المكان. اللي كانوا يروحون جدة يتسوقون من هناك، تقريبا هذا المكان المميز لأهل مكة وكذلك الزوار وضيوف الرحمن اللي حاب يشتريها كهدايا. شوفوا الشنط هذه كيف جميلة. شوفوا الشنطة هذه كيف جميلة، وفي عدة ألوان من هذه. المهم كانت هذه نهاية جولتنا في سوق الجملة في مكة المكرمة لبيع التحف والهدايا. مكان مميز، أتمنى أن هذه التغطية نالت على إعجابكم واستحسانكم. نعدكم بتغطيات أفضل بإذن الله في حلقات قادمة. بعد ما أنهوا التسوق مغادرين إلى مقر إقامتهم في أحد الفنادق.